الله يصبحك بالخير انت وكل الطيبين في هذه البلاد وكل البلاد، وسلمك الله من عواه الزمان انت وكل انسان صادق وامين. الهدم هذا مستمر من 27/7/2010، هدم والعراقيب 210 مرات، ولكن قوتنا وإيماننا في حقنا زادتنا هذه الهدم 2110 مرات، ولا نفكر إلا من قلة لم يملكوا أي طريقة يطلعونا من هذه الأرض. وهذا ما ثبتنا من السياسة الفاشلة، وعندهم تفكير إن بنفكر لا مادة أو لا مصاري، لا، احنا بنفكر بصمودنا وصمود نسانا وأطفالنا في البرد وفي الصيف وفي كل الويلات والجرائم اللي بتقوم بهن دائرة أراضي إسرائيل مع حماية الشرطة اللي هي حماية للمواطن وليس حماية للإجرام. ما بتطعينا إلا قوة وباس بالصمود على هذه الأرض. وأبشر كل عربي في هذه البلاد صاحب حق يقعد على حقه ولا يرتاع من هذه السياسة الظالمة، وإن شاء الله هذه الحكومة زايلة.